تحدث انفجارات أخرى، لكني هذه المرة لن أركض، لن أهرب، لن أخاف. سأهز ذيلي فرحا وأمد لساني ضاحكا للموت. سعداء نحن في قبورنا، سعداء نحن في قبورنا. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مرسي. فيكم. اليوم بدنا نحكي عن معرضك الجديد، هذا المعرض الثاني لإلك. نعم. عبيط. صح. بطل هيدا المعرض هو طبعا معرض بلش ليلة ذكرى الحرب الأهلية ب 12 نيسان وهو مستمر ل 28 نيسان بجاليري إكزود بالأشرفية. هذا المعرض هو عبارة عن 40 لوحة بيحكي عن، خلينا نقول، صدمات أو تبعات ما بعد انفجار أب اللي صار بمرفق بيروت. ومحور هذا المعرض أو بطل هذا المعرض كلبك. صح. صحيح؟ نعم. جودو. جودو. جودو اليوم مفيقينه بكير ولا معود على الفيقات؟ نايم مؤخر امبارح، كان عندنا ايفنت بالمعرض فنايم مؤخر. دائما مشارك بمعارضك معك؟ ايه، هو هلا فعليا بهالمرحله فيني نقول عنه شريكي الفني، يعني انا وياه عندنا شراكه فنيه، ومنه بس مجرد كلب، هو هلا شريكي. يعني في معرض سابق كان هو بطله، هلا المعرض الحالي في كتابات عم بكتبها هو بطلها، في أدهم فيلم عملته هو بطله. ف ادهم، يعني كنت عم بحكي انا وياك تحت الهواء بانفجار 4 آب، انتم كنتوا قريبين لمستشفى الروم. نعم. كان في معرض لك قبل، نحن زرناك من سنة ببيتك. نعم. كان أول معرض لك اسمه عنبر. صح. وهذا المعرض عم نحكي نحن كلوحات، نحن لهذا المعرض الثاني. أول شيء بدي أعرف أكثر شو هن هدول اللوحات، شو محورهم، كيف هي طبيعة ارتباطهم بانفجار 4 آب أو بالأحرى ما بعد 4 آب، وشو دور كلبك تحديدا بهذه الحكاية، خليني أسميها. نعم. أول شيء في قصة صغيرة هي حول اللوحة. نحن دائما بنقول أنه من المستحيل أنه نكون عم نترجم اللوحة بكلام، لأنه بنقتلها لغتها الأولى اللي هي اللغة البصرية أو اللغة التشكيلية، بس كل شيء بنحكيه هو حول اللوحة. فالقصة بتعود أنه أنا تبنيت جودو ب 21 حزيران 2020. نعم. يعني قبل الانفجار بشهرين تقريبا، وبوقتها كنت قاطع بإحباط كبير، يمكن بعد ما قاطعين فيه بسبب الحالة اللي موجودة كانت ببيروت. فتبنيته، ولما تبنيته دخلت إيجابية على البيت بالنسبة لألي، وكانت أول تجربة لألي أني أعيش مع كلب، واللي رح أقوله شوي هلأ قاسي بس هو واقع وحقيقي، أنه لما كنت أخذه لعمل له تمشيته الصبح كنت شوفه عم بفنتر على بالشوارع. عم شوف هلأ هيك صور لألكم. وقلت أنه بيروت صارت حمام كبير للكلب تبعي، ويمكن تستاهل تصير حمام كبير، لأنه هالقد كانت علاقتي فيها علاقة توكسيك، وهي علاقتنا ببيروت مثل علاقتنا مع الحبيب النرجسي يلي بيجذبنا وبيرجع بيكسرنا وبيرجع بيجذبنا وبيكسرنا. فبأربعة أب أنا كنت عم بعمل له تمشيته المساء لجودو حد مستشفى روم، وطلع الانفجار. وباللحظة اللي طلع فيها الانفجار ريفلكس تبعي كان اني عملت فريز، ولما فلت مني صرت مثل الولد القشطو لعبته بدي كلبه، ويمكن هذا نوع من دينايل للأشياء اللي عم بتصير بلحظتها كانت. وصرت عم بركض ورا جودو، وأنا وعم بركض ورا المدينة عم تركض بعكسي. كيف بيقولوا أنه الحلم هو كم ثانية، فيني أقول أنه كان مثل الحلم هذا الشيء. كنت عم بركض ورا جودو كل الفوكس على أنه بدي ألقط كلبة، وكل بيروت عم تركض بعكسي، البواب اللي عم تطير، الشبابيك، الناس، هي مشهديات بلحظتها كنت عم أجلها، عم أقول مش هلأ بدي أفهمها، يمكن لأنه بدي كلبة مثل الولد الصغير يلي بيصير يبكي تيلغي الواقع. فكنت عم بركض ورا جودو، وباللحظة اللي كنت عم بركض فيها ورا جودو كنت عم بسأل أسئلة غريبة، إنه هيدا مين اللي عم بركض ورا، منه كلب، هو هالكلب الكيوت اللي عم نشوفه قدامنا صار مثل نمر عم يفسخ ظهره بغابة متوحشة، مثل نمر متوحش، واتنيتنا عم نركض بهالغابة اللي هي بيروت. ولما اختفى وغاب، لأنه أسرع مني بالركض، باللحظة اللي اختفى فيها عن بصري بطئ الزمن، لأنه لما ضاع صرت عم بتطلع على بيروت، وصرت عم بلمح الاشياء بوقت ابطأ، وشفت الاشياء اللي عم بتصير. وصلت على البيت كنت اعتبرت انه ضاع، لانه انا متبنيه لي شهرين. لما وصلت على البيت شفته وحسيت انه رجع على البيت، وحسيت بامان دولتي ما حسستني فيه، انه جودو بالبيت. ربطته وطلعت اشوف شو صاير.
شفت بيروت كلها ازاز على الارض، المدينه ما عادت بالبرسبكتيف المنطقي اللي نحن بنعرفه، الشبابيك والابواب اللي بنشوفهم بوجنا صاروا على الارض، سطل الزبال اللي على الارض صار على البلكون، الشتله صارت على السطح، بيروت صارت مدينه مقلوبه كلها على بعضها برسبكتيفها مش منطقي. طلعت شفت على الازاز بالشارع كله ورود بلاستيك طاروا على البلكين، وانعزلت عن المشهد العام وصرت عم لملمهم، وهيدي كان نوع من تعبير اخر عن الصدمه بلحظتها. فصرت عم ببرم من شارع لشارع لملم هول ورود البلاستيك، جمعتهم جبتهم على البيت، ولما نزلت بالليل تشوف شو صار ببيروت كان في شيء كثير بشع وعي براسي من طفولتي، انه كان في طاقه ببيتنا الصغير تحت الطريق، طاقه هيك كنت خايف منها انه بفوت منها كل ليله الوطواط، كانت طاقه معتمه. فبليلتها شفت بيروت كلها بيوت وطويت، كلها طاقات سوداء، ما في شباك مضوي، ما في شباك محله، صارت مدينة كلها مدينة وطويت. ورجع واعي فينا أمل إنه بنرجع نرد بيروت، مثل ما بالثورة واعي فينا أمل إنه بنرد بيروت، ورجعنا مثل اللي طلع الواحد على راس السلم وزدته من فوق، رجعنا دخلنا بإحباط. ومن بعدها قررت إني أعمل أول معرض اللي حكينا عنه السنة الماضية اللي هو عنبر، اللي عملت فيه مقاربة لاقتراب ما بعد الصدمة، انه العنبر غير انه هو العنبر اللي انفجر، عنبر هي حجره بحريه ما لها ريحه لما نحرقها، مثل بيروت هي حجره فوق المي لما احترقت وعيت فينا، مثل الورود البلاستيك صار عندهم ريحه الحدث، مثل الصدمه فيها تكون حجره بطريقنا وفيها تصير عنبر اذا حولناها لعمل ابداعي. ومن بعدها رجعت تعملت ثاني مقاربه اللي هو معرض هلا عبيط، يلي اثنيناتهم بطلهم جودو. وال40 لوحه اللي هن هلا بيصوروا الالوان اللي فيه هون، يعني شو اكثر هيك باي جزئيه انت هيك حبيت تضوي عليها بهيدي اللوحات؟ بمعرض عنبر كانت ظاهر اللوحه في حس ماساوي، لانه كانت اول مقاربه بعدنا كثير قراب على اللي صار، صح، وكان في المدينه بتوحشها، المشاهد بتوحشها حاضره باللوحات. بالتاني مقاربه بالمعرض الجديد اللي هو عبيط هلا، في حاله من اللامبالاه انا عشتها لانه كلبي عايشه كمان، حالة من اللامبالاة خلقة ظاهر مبهج وسعيد. بس هذا اللي بدي احكيه، بدي اسالك، يعني اليوم بتقول انت تحديدا انه اليوم بتخليك هيك تصير، او بالاحرى من خلال حتى علاقتك مع الكلب بهيئه انفصام عن الواقع اللي نحن عايشين فيه، اليوم هيك بتحس انه في صراع مع الصدمات، او في حتى نحن يعني دغري اوقات بقول يمكن دغري بننسى او بنضحك او بنصير هيك نتصرف ب بعتذر على التعبير، نستهبل، صح، اوكي، نستهبل على الاشياء. انا بقول كيف نحن هيك قادرين نتعامل مع الاشياء؟ يعني اليوم بتذكر 4 اب كان نهار بحسه ما بقدر اطلع من اللي شفته واللي عشته فيه، بس بعدين بتحس حالك سريعا او بتنيم الاشياء جواتك او بتجرب انت تتغاب عليها كانه هي ما صارت. بدي اسالك اليوم يعني هيك سريعا، بتقول انه هيدي قد يحدث انفجارات اخرى، لكني هذه المره لن اركض ولن اهرب ولن اخاف، ساهذ ذيلي فرحا، طبعا عم تحكي هون عن الكلب، وامد لساني ضاحقا للموت، سعداء نحن في قبورنا. بدي هيك احكي شوي هيك عن اول شيء هذا المعرض، شو في تحضيرات وراء؟ انا بعرف انه انت لك 4 كتابات كمان ترجموا لعده لغات، بعرف انه انت استاذ بيو حاضر بالجامعه، بتشتغل مسرح، بتشتغل شعر، بتكتب، يخسر عين هيك. اليوم اول شيء قديش بهذا الظرف اللي نحن فيه وهذا الاحباط اللي نحن فيه، لو صرنا نستحي نقول انا عامل ديبرسيون، بتحسها صارت عيبه علينا. قديش شو في وراهم نكست يعني، و كيف قادر تتعامل مع كل هيدي الامور ب إيجابي، أو تقدر تنتج خلينا نقول وتكتب شعر قبل ما تقرأ لي هيك شيء كثير سريع عم نختم فيه؟ نعم. بالنسبة لي دائما بعز دين الصدمات والأزمات بيولد الإبداع، يمكن للأسف إنه هو النار اللي بتفتق حبة البشار، هو الشمس يلي بتولد كل البستان، أو هو بعد العاصفة دائما في ربيع، دائما هالأشياء اللي بنقولها هي بتدل على انه بعز دين الازمات الناس بتعمل غير انه غريزه البقاء، لانه غريزه البقاء بتعيشنا بخط افقي اللي هو العيش، الفن بيعطينا الخط العمودي اللي هو الحياه. فخلينا نقول انه دائما نحن بنواجه صدماتنا بانه بنحولها لعمل ابداعي، وهذا هو دور الفن، لانه اليوم الفن
واجباته انه لما يستحضر الماضي ويستحضر الصدمات ما بيستحضرها حتى الفنان يجلد حاله، ما بنكون عم نستحضر الماضي تنعززه، بنكون عم نستحضر الماضي لنسمح له يعبر ونحوله لتصالح، تصالح ذاتي ويتحول بالاخر لتصالح اجتماعي. فبعتبر انه كمان اليوم كل شيء عم ينعمل ببيروت هو مقاومه فنيه حقيقيه بعز دين الازمه اللي نحن فيها، او فينا نسميها هي زهره اللوتس اللي بتطلع فوق مستنقع من الوحل. فاليوم جاليري إكزود يلي حاضن لوحاتي هو زهرة لوتوس بمدينة مطفية، بمستنقع مطفي. كل عمل فني، كل حدا منا اليوم هو زهرة لوتوس بهالمستنقع. أدهم، هيك ختاما، أول شيء بتقول إنه المعرض مستمر ل 28 شهر، وأنت طبعا عم تشتغل على أمور تانية، هيك بدك تقرأ لي هيك مقطع صغير نختم فيه الفقرة؟ نعم. النص يلي رح أكتبه هلأ، نعم، اللي رح اقوله عفوا هلا، هو نص مرافق لعبيط اللي هو قلنا عنه، بيعبر عن حاله السذاجه الظاهريه بس بالعمق في ماساويه كثير كبيره. نعم، تفضل. من فتره عم عيش نوع من عزله وعمر فيها عالم خيالي، صار عندي ناس وهميين منتساير سوا منضحك، ناس حلوين بيعرفوا يحبوا، عم شوف الوان بالشارع ولا مره انتبهت لها، روايه حلوه ولا مره انتبهت لها، عم عمر عالم وهمي. الرابط الوحيد بيني وبين الواقع هو جودو لبسينات وكم صديق وصديقة. عم بترك الواقع تدريجيا، بمشي على الشارع بحكي مع حالي، بضحك وحدي على العالي. من زمان كانت تطليعات الناس حاولت تردني للواقع، شوي وشوي تعلمت اتجاهلها وما انتبه لها. مرات بخلي هالتطليعات تفوت على المشهدية بالمسرحية اللي عم عيشها بخيالي، ناس بشوفها على الطريق، غربة بلتقي فيهم وبحكي معهم، صبية بتحمل دفتر وبتبرم على كل السيارات المصفوفة بتاخد أرقامها، ختيار حامل شنطة ملونة بيبرم على المزابل بجمع أشياء ما بتنعز، مرة حاملة مسطرة خشب وعم تعيط على أولادها يلي بعد ما خلقوا، وأنا رابط جودو بجنزير ورابط خيالي بجسمي يلي عم يلولح يمين وشمال. مرات بشوف حالي بنص الطريق والسيارات عم تزمر لي، بروح صوب الخيال وبرجع كل يوم على الواقع، بعمل أساسيات الواقع العملية وبرجع على بيتي يلي عمرته بخيالي. معقول نقلت بيتي للخيال لأني خفت بوقتها أخذ حبوب الدواء لما جمعتهم بين صبيعي مثل كمشة القضامة الملونة يلي كانت عم تجيب لي إياها معها كل ما أجت صوبنا من الضيعة، أو يمكن لأني كل مرة برجع خطوتين لورا كل ما أقرب خطوة صوب حافة البرندة. الرابط الوحيد بيني وبين الواقع هو كلبي. كلابنا بيعرفوا ريحتنا، ما بيهموا نحن وين، إذا كنا هون أو بالخيال أو حتى بالمقبرة. شفت كلب لحق صاحبه على المقبرة وغفي فوقه على التراب، من وقتها اطمنت إنه كلبي ما رح يتركني حتى لو ما عادت هون. مين بيعرف، يمكن يصير جودو كل يوم يفتح لي الباب وياخدني برمي بجعتي ويسلم على الناس يلي بعدهم ما تركوا الواقع ويرجع يردني على البيت، ومين بيعرف يمكن هيك كان عم يعمل وأنا ما كنت منتبه. حلو. على كل حال بتعرف يمكن يعني هذا النص يصور الواقع اللي نحن فيه. عن جد نحن أشخاص مع الوقت تغيرت ريحتنا وتغيرت أشكالنا وتغيرت نفسيتنا وتغيرت هيك كل مقومات الحياة حوالينا، وعن جد صرنا منعيش هيك صدام على فكرة هيدي إنه الشخص هيك بيحكي حاله. فعلا ما بتلاقي حالك بالسيارة بتضحك أو بتعصب، أو تضحك بصير تطلع حواليك أو لك شوفوني كيف عم بحكي حالي، لأنه عن جد نحن انفصمنا بعد كل هذه الأزمات. أدهم، بدي أتمنى لك التوفيق أول شيء بمعرضك الحالي اللي بدي أقول إنه مرة جديدة مستمر بجاليري إكزود 28 نيسان. نعم. الجاري، وطبعا نحن دائما متابعين أعمالك من سنة لليوم، كل التوفيق وحافظ عليه وانتبه عليه، لأنه أكيد. عن جد يعني هو الأقرب والأألف بين محيطنا حاليا بكل مقوماته. شكرا كثير لك.